سقط رجل في بئر وبدأ يصرخ مستغيثا، فسمع الناس صراخه فقدموا لإنقاذه ورفعوه من البئر، فجاء رجل وأعطاه مذاقة لبن ليشربها ويرتاح، ثم سألوه كيف سقطت في البئر، فبدأ هذا الرجل يصف لهم بالتفصيل كيف سقط ووقف على حافة البئر ليصف لهم ذلك الحدث، ولكن في هذه المرة سقط ومات. يقول الشيخ المغامسي حفظه الله معلقا على هذه القصة أن هذا الرجل بقي من رزقه شربة لبن، فلما شربها وانتهى رزقه الذي كتب الله له سقط في نفس المكان ومات. لا تخشوا على أرزاقكم، فقط اعملوا بالأسباب، والرزاق والرازق هو الله عز وجل، ولن تموت نفس قبل أن تستكمل رزقها. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كل نفس ذائقة الموت.